بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. تمام. بعد، السادة المشاهدين، متواجدون حاليا على بعد 240 كيلومتر عن ولاية المياعة في صحرائها، بالضبط من قرب المقام، مقام الولي الصالح سيدي قدور بن يحيى. وفي هذه الليلة الشتوية نستضيف وإياكم السيد بن الشيخ الشيخ المدعو عم شويخة، لنتحدث وإياه عن منازل في الشهور العربية وإلى غير ذلك، وخصوصا ونحن في هذا المكان، مكان البادية. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم يا جماعة الخير في هذا المكان المبارك. وهذا المكان نتاع سيدي قدور، رانا في القرب نتاع القبة نتاع القبرية نتاع سيدي قدور بن يحيى الوالي الصالح، منا على طريق الجوزرون في كذا، معنا رانا في حاجة اللي كنا نمشيو منا على طريق البعير، رانا واحد 80 كيلو 85 كيلو للمنيعة. وعلى مشيت الدورة دي نتاع الكروسة تجيب مسافة بعيدة، راه في واحد 245 هكا. نبدو بالمنازل نتاع الشتاء. اليوم رانا في 25 في الشتاء، 25 يوم فاتوا جوج منازل من الشتاء، والثالثة رانا فيها بيومين. فتنا في الشولة، اللي مذكورة الناس يقول لك في الشولة نو الشولة حسبوا عولة، هذه الأولى في المنازل نتاعها. تجي نعايم يجو قوايل ويجو معنا العشب ما يكنش فيه. اليوم رانا في البلدة بثلاث أيام، وقدوة الأول نهار الجمعة الأول في الليالي. الليالي فيهم مدة 40 يوم هكا، بين نقولوا احنا الليالي البيض والليالي الكحل، يسبقوا بالليالي الكحل. هذو الناس اللي يعرفوا اصحاب الحرث واصحاب يقطعوا العود، وكما نقلت العنبه ونقلت العود هذا يقطعوه اليوم باش الماء نتاعو يكون جامد فيه، يقطعوه الماء ما يتقدم ما يتوخر. تلقى العشبه تحط عليها حاجه كيما تحطها كيما تلقاه. اللي عدوا كل واحد يعرف فصوله، كان انا اعرف العشب، كان اللي يعرفوا الفصل يوم ما جيت ما تلاش يقطعهم ولا ما تلاش يحش الفصة في الغيثاء. زيد هادو المنزلة الثالثة يقول لها البلدة. من بعد البلدة هادي يجي الدابح، يقولوا احنا عندنا واحد الكلام يقول لك الكلب ما ينبح والنار ما تصبح، دير النار قد اللي تدير يقول لك الكلب ما ينبح والنار ما تصبح. زيد يجي من بعد الدابح هذا يجي بولع، الماء يبدأ يمشي في العود شوية يبلع. من بعد بولع يجي سعد السعود، من بعد سعد السعود يجي سعد الخبية. سعد السعود يقول لك يجري الماء في العود، يجري الماء في العود. هذا سعد السعود. السعود هذا وين يطيح؟ واش من شهر ماي فيه؟ لا قبل ماي، قبل ماي يجي فيه، يجي فيه والو، يجي فيه جام في هذا، في خارج اي في خارج تما خرجان في الايام التوالي تاع جام يجي. ايوه يجري الماء في العود، ويقول لك يخرج مسعيكه كما مسعود، بحال اللي كيما يقولوا الناس. حنا دوك دائما اللوقا رانا نتبعوا في لوقت اجدادنا وباباتنا، اللي قص اليوم انا فايت منا نقص القنفود خرج نقول راه في سعد السعود، لا نقص نقول راه في سعد السعود. زيد يجي سعد الخبيه، تحيه كل مهبيه وتخرج كل مخبيه، قال لي تحت الارض تبدا تخرج من اي حاجه اللي كان من القنفود ولا من اي زوال الحواء. لا والو، هذا في فري في فري في فري، بعد اخر في فري كل شهر يخرجوا، بعد اخر في فري اخر في فري. من تم يدخل مارس، تم رانا في الربيع، يدخل مارس كل حيات تحلى فيها الشوفه، يدخل ما اخر ما اخر في فري بحسابنا احنا. النهار التالي فيه الربيع نتاعنا احنا، موش الربيع نتاع الميلادي، الربيع نتاع الهجري. النهار التالي فيه الربيع، يجي مارس، يجي مارس تفوت ثلاث شهور ديك. نهار 30 في ماي، نهار 30 في ماي الصيف، نهار 30 في ماي دائما هذه ما تقدرش على العباده كاع. من تما تجي جواج جولي تقول لك كاع صيف، يجوا المنازل نتاع تجي الثريا، يجي العيوق، تجي الجوجه فيها جوج، متسميه بجوج، نقولوا الذراع والجوجه، ذراع الجوجه تما مسميه، يقول لك جوج تما الجوجه فيها جوج نجوم فيها 26 يوم. من بعد الجوجه يجي المرزم، يقولوا مول النخله اللي يدخل المرزم هز قفتك وتحزم.
يجي المراخي نهار الزوال، احنا يقول لك النهار تقول نجي نور، وفي الليل تخير كي يجيها البرد في الليل. من بعد يجي من المراخي يجي سهيل، سهيل هو اخر الصيف، يجي فيه سهيل فيه 14 يوم، فيه نهار وراه صيف. يدخل الخريف، الخريف يدخل 30، احنا نقول قوشت بحسابنا، احنا ما نقولوش او نقول قوشت، نهار 30 ما يتبدلش ذاك النهار، دائما نهار 30 بالحساب الميلادي، هذا الحساب اللي نقول كي ماي كي كياوت، بالحساب الميلادي نهار 30 ما يتبدلوش. من تمتي باش يدخل الخريف كي ما يكونش العام نقولوا كبس، حناياتي العام الكبس ندرك نقعدك وين تنازلته، العام الكبس هذا من كل ربع سنين يجي في فري، هذا اللي ورا جام فيه يجي فيه 29 من كل ربع سنين، هذا من كل، ويكون مال الكبس ما يدورش الفلك، يكون مال الكبس كاين الفلك في روحه ما يدورش، بصح هذا من ربع سنين. درك احنا عندنا سنه 22 في جام، نهار 24 يجيك العام هذاك زي فيه نهار، كيما نقولوا يقول لك درك يقول لك العام فيه 365 يوم، ذاك النهار عام الكبس يجيك 366 يوم. هذا الحسابات الفصول، هذه هي تسمى المنازل اللي في الخريف وفي الربيع، ما نتيك نسميهم لك ما كاينين. اي سما اليوم رانا في الخميس 23 ديسمبر. ايوه الليالي وين تكون؟ الليالي قدوه 25 في الحساب المنازل هذه اللي حكيتها لك. قدوه الليالي ان شاء الله. الليل هاي يكون بارد ونهار يكون سخون. هو درك يشوف الليالي هادو فيهم تجمد تجمد المياه وتجمد دوك الحاجه، تجمد كل حاجه الليالي. سموهم بالليالي هاد اللي يجمد العرق، ما يجمد كلش يجمد، تاع العود اخضر ما يتفلقش. لو كون من تقطعوا من 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 هذا واش يقول له في مارس، وذاك في واش يقول له في سعد السعود، تقطعوا تلقى العود يتبدع، ودرك كي تقطعوا ما يتبدع، ما هو تاع العود ثاني بسك. وكل حاجه هذه بفصالها، دوك قلت لك تقطي هكا الحاجه تلقى نواره تقطيها بحاجه، تلقاها شحال من نهار تلقاها ما تحركتش. والواحد اللي ما يعرف يمشي للفصه اليوم تلقاها ما زادت الفصه بعد، من هذا سعد السعود تبارك الله تبدا الحي. وشكرا. طبعا كنا مع السيد بن الشيخ المعروف بعمي شويخه في المنازل للاشهر العربيه وتسميتها وكيفيه تسميتها. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.